يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. يا دادا يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. حبه حبه ما بقدر خبي، وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة. بابا كان أول بيشتغل مدير شرطة، بعدين طلع تقاعد، بعدين صار يشتغل سايغ. كان بيصيغ فضة كتير حلو، بس اللي تأثرت فيهم أكتر هي الماما. كانت بدأ أعود وصوتها كان حلو كتير، إنما الماما والبابا كانوا تركوا بعض وأنا كان عمري 5 سنين، افترقوا عن بعض. يمكن هيدي تكون مأثرة بنفسيتي. كنت شاطرة بالمدرسة، كنت أطلع أرقص أنا والبنات وغني، وتمسكني الناظرة يعني تيجي تعمل لي جزائي وتبعت تقارير لأهلي إنه بنتكن عم ترقص وتغني عم تلهي البنات. رغم هيك كنت أطلع الأولية أو الثانية. بالفعل هديك الأيام كان عندي طموح كبير كتير بنفسي، كان عندي أحلام، أحلام الطفولة مثل ما بيقولوا. كنت بتمنى يوما ما أكون راقصة كبيرة عالمية أو ممثلة عالمية، يعني مش على صعيد، كانت طموحي كتير طماعة، مش على صعيد عربي، يعني كان كنت أتمنى أطلع لبرا، روح على أمريكا، روح على أوروبا. لكن تعرفي بديك الأيام الفن عموما كانت الناس تنظر نظرة تانية للفن، بالأخص الرأس. فبعد هيك ابتديت أغني، صرت أغني الأغاني شائعة وقتها، لقيت نفسي أني بقدر أنفس عن هالرغبة اللي بنفسي بالغني. بالفعل كان في برنامج اسمه برنامج ألوان، فأنا قدمت صوتي كصوت جديد لها البرنامج هيدا، سجلوا لي وعرضوا للجمهور، الناس سمعتوا وطلبتوا يسمعوا مرتين. من هون ابتديت صير طروب، وقتها صدقي ما عجبني كتير، يعني كنت بفضل أمل. أقنعوني الأخ عبد الهادي البكار، شو قال لي؟ قال لي هيدي اسم طروب، بزمانها كان في مطربة مشهورة بعصرها، بعصر هارون الرشيد، كان اسمها الطروب. فأنا بتمنى لك تكوني كمان تاخدي شهرة مثل ما أخدت هي وتنجحي. اقتنعت وقبلت. أهلا وسهلا بالأحباب زارونا والملقى طاب، أهلا وسهلا بالأحباب زارونا والملقى طاب، زلغت يا قلبي ويلا ومستقبل هنا على الباب، زلغت يا قلبي ويلا ومستقبل هنا على الباب. هوب هوب شنا ناي شنا ناي ناي شنا ناي يا ولوم شنا ناي ناي.